بسم الله. طريقة التصدير العادية من الريفت، تصدير الاسكادولات، ترى مش ظريفة. بضطر ان انا افتح اكسكادر واسكادول، وبعد كده اجي هنا اقول له اكسبورت ريبورت اسكادول، وبعد كده اختار ملف ملف وهو بيصدره تي اكس تي مش اكسل. تمام. طيب الطريقة دي يعني مش ظريفة، بتلاقي نفسك مضطر تصدر اسكادول اسكادول و... لا، في ان انا اصدر ادنس فري مجاني اسمها اكسبورت امبورت اكسل من بيم 1، بقول له اكسبورت فبيجيب لي كل الاسكادولات، بقول له انا عايزهم كلهم مرة واحدة، فبيقول لي انت عايزهم كلهم في جدول اكسل واحد ولا عايز كل اسكادول في اكسل لوحده؟ فبقول له ماشي، بيقول لي انت عايز تعمل اللاين ستايل والاوبجكت ستايل ستاندرد ولا لا، وعايز احطهم في اي فولدر، فانا احطهم في الفولدر ده، هو فاضي اهوت، واقول له اكسبورت. في ثانيه راح مصدرهم لي كلهم للاكسل. افتح الاكسل واعدل زي ما انا عايز، وبعد كده اقول له امبورت، واحدد الملفات اللي انا عايز اعمل لها امبورت، واقول له امبورت. تمام. بيقول لي اعمل عليه سيلكت الاول. عملت سيلكت، لان ممكن يكون جدول الاكسل فيه كذا كذا تاب من تحت، واقول له امبورت، فيروح مدخل الملف دوت.